أبوه خلاه تعالي واجب اللاعبين له هم تمشوا جزء. صحن عليك كيف شو ترجع بعدين تغسلها لو في أرس صغير لا تمام يلا يا هذا ما أعرف هذا ما أعرف ياخذ البحر والله أنا قلت لك لا ثاني واحدة وانت راح تلولي لا يعني واحدة نافع وخذ هذه والواحدة هذه الثانية واحدة ورجع وانا رح لا عندي أيمن القدوم. الحين هذا أيمن متزوج هو عبد المحسن حرايب. يسحبوا. المحسن من عبد المحسن. اللي عندي له 20,000 ريال سعودي. متزوجين حرايب. أيوة. ترى أنت تتكلم حقك على بيتك. أيوة هذا اعتراف مني. لا عندي لك يا عبد المحسن شلف وخلص يا صاحب التياني ما عادكش من قرد من ايش اسمه قريتهم سرايم عبد المحسن متزوج من التياني يعني زي ما تقول متزوجين سنتين خوات يقربن لبعض كذا او هو يقرب لزوجة عبد المحسن هذاك شوف على مجنون اللي يسوق السيارة خذوه شو تعمل مثلهم؟ أنا؟ أيوه لا شكلك تعقدت من اللي كسرت القلب خلاص معك مش لا أنت تعقدت في زيهم مش تخفت لا أنا أشتل أخفت ما صورنيش لو صورني وانا اغسل حلوة ليش؟ انا استاهل قدك هي لقطة كيف صارت القفزة يعني كان عمراني يصورني